مساء الخير عليكم، تحياتي ليكم جميعا، يا رب تكونوا في احسن حال. قبل ما ابتدي معاكم فيديو النهارده، عايزه اوريكم بعض المنتجات المصريه اللي انا حريصه جدا ان هي تكون موجوده في بيتي. حاجات جت على مدار سنوات، لكن انا ادعم الصناعه المصريه، والحاجات دي اتمنى ان انتوا تسعوا لاقتنائها وانها تكون موجوده في بيوتكم عشان ندعم الصناعه المصريه. خلينا نشوف مع بعض. ده ربما حضراتكم بعض الناس بترفض اقتناء ده على اساس ان هو تمثال، لكن انا كنت جايباه هديه للناس وطمعت فيه لانه رائع، الفن بتاعه يجنن. احنا عندنا منحه ربنا ادهالنا الرخام، شايفين الانتاج، شايفين الابداع. حقيقي انا فخوره جدا اني بلاقي حاجه زي كده، وده انا جبته من داخل عند امام الاهرامات بيتباع جوه. دول ثلاث اهرامات، شايفين قد ايه هي لامعه، والاتقان بتاع الصنعه بتاعها حقيقي بديع. دول ثلاث وحدات، الثلاثه بيتباعوا مع بعض 120 جنيه، وده اقل من ثمن لو حضرتك خدت المدام وطلعتوا بره تتعشوا او تتغدوا، اللي هي خروجه واثرها بيروح. لكن هذه المقتنيات الثمينة بتدي شياكة وبتدي عراقة، وحقيقة ملفتة جدا داخل البيوت، وأنا بعتز جدا بيها. يجب نقل هذا الفكر للجيل القادم علشان يعرفوا هم مين وأبناء وأحفاد مين، وإحنا أولى من الغريب. ومش لازم نستنى لما يكون في افتتاح او حاجه اثريه علشان نقعد نتفرج على عمل فني وبعد كده بتقفل التلفزيون وانتهى، لكن لما يكون في بيتك حاجه زي كده هي فخر مستمر وممتد، وكل حد بيجي في بيتك بيلتفت لهذا الانتاج اللي موجود. دي فازه منها احجام مختلفه موجوده، هتقدروا توصلوا لها. وانا كمان كنت شاريه مجموعه من البيض فحطيت ده فوق ده وعملت ثلاثة جنب بعض. الحاجات دي يا جماعة رخيصة جدا وسعرها أقل بكتير من الفازات والحاجات الواو اللي بتتجاب بألافات. الحاجات دي ما بتتعداش 120-150 وأحجام ب60 و70. أنا عارفة أني طبعا الحاجات دي ربما رفاهيات لناس، لكن هي فكر جديد للشباب اللي بيفتحوا بيوت وعايزين يعملوا زينة حلوة في بيوتهم. ممكن الحاجات المصنوعة من الرخام حقيقي شكلها سمين جدا، وسيدات البيوت اللي هم عندهم مقدرة مادية بدل ما تدعموا منتجات أجنبية وحاجات جاية من ومن، ادعموا المنتجات المصرية لأنها فعلا شيك وسرية جدا في البيوت. اللي أنا دايما بستغرب له، المنتجات اللي أنا وريتها لحضراتكم دي لماذا لا يتم دعم تسويقها ونشرها بالخارج؟ في الفيديو الاخير انا كنت وريت لكم مكنه قهوه واحده سودا صغيره ايطاليان اللي هي بتتحط تتطبخ فيها القهوه على النار، منتج واحد كسر الدنيا في اوروبا وكل البيوت اصبح هذا، برغم ان عندنا مكان قهوه تاني لكن لازم ده بيكون موجود والاجانب كلهم عارفينه. انا عايزه منتج واحد مصري بهذه الدرجه من الاتقان زي اللي ورايا يتم اقتحام السوق الاسواق العالميه، واحد بس ويتم دعمه ونشره والتسويق له. هتنقل معاكم لموضوع الفيديو اليوم، الفتاه سلمى الضحيه الثانيه التي انتهت حياتها طعنا ب 17 طعنه من زميلها في الجامعه. التفاصيل كلها اكيد حضراتكم تعرفوها، هو نفس السيناريو بتاع نيرة، الفتيات الجامعة اللي بيدخلوا في علاقات مع زملائهم، والولد بيساعد البنت بامدادها باوراق للدراسة او ابحاث او بيدعمها ماديا بشكل او باخر، بيخرجوا مع بعض بيصرف عليها، وبعد كده بتلاقي نفسها متورطة مع ولد متحرر او عنده مبادئ كتير مختلفة عنها وما بتعرفش تطلع من العلاقة.
أسئلة كتير، الولاد دول بيجيبوا الفلوس منين؟ لكن أنا لفت انتباهكم إن المخدرات منتشرة بين الشباب ومسيطرة عليهم. وجبت لكم قبل كده طالبة من داخل الجامعة بتقول إن كل الشباب جوه بيتعاطوا أقل واحد فيهم حشيش، وبنطالب بعمل تحليل مستمر وبشكل دوري وعشوائي لطلبة الجامعة علشان نشوف نسبة تعاطي المخدرات داخل الجامعات. ده رقم واحد. رقم اتنين الصادم جدا بالنسبة لي هو رد فعل الناس. 17 طعنة، كنتوا منتظرين ايه؟ لما يعملها مصفى زي الابر كده، مصفى ننزل فيها مية تنزل الناحية التانية، 17 طعنة. يعني الاول طعنة كانت كافية انها تنزل العمارة وتلم الشارع، اتنين تلاتة اربعة قبل ما الناس تتجمع، 17 طعنة. فين النخوة؟ فين الشهامة؟ فين الحمية؟ ازاي وعلى هذه المراحل سنوات او عقود تخلص الرجل المصري من هذه الحمية في دمه اللي كانت بتخليه ينقذ اي ست في الشارع بتتعرض لهجوم؟ ازاي اصبح عنده الخوف من الاقتراب من اي حاجة متعلقة بالقانون او الداخلية؟ ازاي بقى عارف ان هو لو اتورط في جريمة او حاول يمنعه او حاول يقتله هيتاخد على الاقل هيتحبس 48 ساعة علشان يتم التحقيق معاه، وهيتبهدل جوه الاقسام ويقول لك انا مش عايز بهدلة، انا ماليش دعوة باللي بيحصل. ازاي الناس بتنتظر تتفرج، مفيش ولا راجل قدر ان هو يندفع انه يمسكوا او يحاوطوا، اتنين تلاتة يتفقوا مع بعض، مفيش ولا ست من فوق فكرت انها ترمي عليه جردة المية او تحدفه بحاجة، محدش فكر ان هو يحاول يحدف حاجات عليه علشان يمنعه او يعيقه من الاستمرار في الطعن. 17 طعنة. الشباب او الحال اللي وصل لي الشباب داخل الجامعة والشباب خارج الجامعة اللي هم السن علشان نكون في منتهى الأمانة من 13 لغاية 19، هذه المرحلة العمرية بتضيع حرفيا. زي ما انتم شايفين السوشيال ميديا بقت عاملة هستيريا، كلهم ماسكين التليفونات، تداول المخدرات وتعاطيها وإمكانية الحصول عليها بسهولة منتشرة جدا داخل مصر. معرفش ازاي وصلنا لهذا المستوى ان الولاد ومن طبقات متوسطة وأقل أصبحوا قادرين على الحصول على هذه المبالغ لشراء وتعاطي وتداول وبيع المخدرات. لكن اللي بيحصل ده انذار قوي، شباب البلد في خطر. الموضوع بس مش تعاطي مخدرات وغياب العقل، ده غياب وازع ديني، مفيش خالص لا اساسيات ولا مبادئ ولا معلومات عن الدين اللي هي تقدر في المرحلة الاساسية تطلع انسان سوي عارف الحرام والحلال، ينفذه او ما ينفذوش بس في حدود، عارف ان حتى ايه هي الكبائر. مفيش. وقف اي ولد في الشارع وحاول تسأله عن حتى اركان الاسلام والفرق بينها وبين اركان الايمان، هيقولك معرفش وما ايه الفرق ما بين ده وده، مش هيبقوا عارفين. ما بقاش فيه الامهات اللي بتربي وتعرف العيب وما يصحش وايه الاصول وايه العادات وايه التقاليد. انا عايزة اعرف بناتكو كسرين عينكو بايه؟ ايه اللي يخليك تتنازل عن دورك كأب انك تشد اللجام؟ ايه؟ لما تبص تلاقي او تعرف ان بنتك على علاقة وبيخش لها فلوس او في حد بيصرف عليها او بيدعمها ماديا، ايه اللي يمنعك كأب او ايه اللي يمنعك كأم من اتخاذ رد فعل رادع ان هو يلم البنت دي ويشدها ويرجعها او يلحق الموضوع من اوله؟ فين رقابة الامهات على ولادهم؟
قاعدين ماسكين التليفونات عمالين على الجروبات وعمالين تتنقلوا ما بين الصفحات، الرجالة كلها بتروح مطحنة الشغل وفي ما بين الفراغ ولما بيرجع من البيت مغيبين ماسكين التليفونات أو مهمومين بالأعباء المالية اللي لازم تدفع، ولما بيلاقي بنته بتتصرف ما بيحاولش حتى ان هو يتحقق أو يعرف البنت دي جابت الفلوس منين أو اتصرفت ازاي. والأمهات بتعرف ان بنتها بيتصرف عليها أو هي مرتبطة بواحد، وبتبني على ده طموح وأمال ان ممكن البنت دي تستغل الولد ويكون جوازة كويسة، خليكم مع بعض وهو بيصرف عليه. محدش بيربي البنت على انك انت ما تاخديش فلوس من حد، واللي بيديكي فلوس هو عايز مقابلها حاجات وتنازلات. مفيش الام اللي بتقول انت بتكلمي مين الساعة كام ده مين، او بتحاول تعرف معلومات عنه وعن اهله وتحاول تقترب بشكل لصيق من البنت علشان تحاول في الوقت المناسب تلحقها وتنقذها. وبالتالي غياب الرقابة داخل البيوت، غياب اي وازع ديني، مفيش اي تربية من اي نوع، والنتيجة البنات بيخشوا في علاقات مع ولاد بمختلف الاشكال والانواع والمستويات. اللي عايز يعرف ممكن يخش على التيك توك علشان يشوف المستوى اللي وصلت له البنات في التقارب الحميم والجسدي. بنتك مستقوية عليك ليه؟ او هل انت صحيت فجأة كده لقيتها ماشية مع نفسها قوية الشكيمة، ماشية كلمتها على البيت كله؟ دي حاجة تم تدريبها منذ الصغر، والمارد الصغير اللي جوه بيتك ابتدى يكبر يكبر بيكبر. ربنا يحفظ ابنائنا. انا متأكدة ان كل واحد بيعمل اللي عليه وزيادة في الحفاظ على اولاده، لكن برضو لازم يكون عندنا وعي اكتر وتداخل بعمق وقرب مسافات اكتر من الولاد، لان البنت لو ما كنتش قريب منها وملتصق بيها ومداخل في تفاصيلها وبتسمعها، تأكد انك انت هتفاجأ بصدمة كبيرة وحاجات انت ما كنتش تعرف عنها حاجة. ده مش معناه اني انا طبعا بنصح وانا بجتهد مع بناتي على قد ما اقدر، ربنا يحفظ الجميع، لكن انت ما تربيش في بيتك النمرة الصغيرة اللي لما تكبر ما هتعرفش تلجمها. لازم تبقى عارف وقريب المسافات على قد ما تقدر. الخوف الاكبر من بناتنا في الشارع ان مفيش القانون الرادع اللي بيخوف الولاد من انه لما يقترب من البنت هيحصل له 1 2 3، مش انه يقترب ان هو يقتلها، لا، ده لو اتهجم عليها، لو ضربها، لو تحرش بيها او اعتدى عليها. او القانون موجود ولكن لا يتم تطبيقه بحسم. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه بنات كتير متهددة، بنات كتير بيتم ابتزازها والتلاعب بيها وتهديدها ومحاولة السيطرة عليها ومش عارفين يتصرفوا ازاي. كم واحد في اللحظة دي بيخطط ان هو ياخد هذه النماذج ويتخذها قدوة ليه، ان هو البنت اللي مش عايزة تجيله وتعمله اللي هو عايزه يفكر على طول انه يتخلص منها ويضيع نفسه ويضيع مستقبله. انا ماليش دعوة، انا احافظ على بنتي واقرب منها على قد ما اقدر واتكلم معاها، ولما الاقي البنت في ايدها فلوس او مرتاحة او كانت بتطلب طلبات ما بقتش بتطلبها، معنى كده ان البنت جالها دخل من مصدر اخر، لازم انا اعرف. طبعا ده بينقلنا لمرحلة تانية، التحديات الكبيرة العالية جدا اللي بتواجه الاهالي علشان التعليم. الرجالة والامهات ما بقوش قادرين على تغطية نفقات البنات، وبالتالي البنت ما بتلاقيش قدامها حل غير ان هي تخش في علاقة مع واحد او انها تدور على الولد اللي يصرف عليه. لكن في هذه النقطة انا بقول لك اكرم لك وارحم لك انك انت تنزلي تشوفي لك شغلانة شريفة بسيطة، وده بيحصل بره كتير. بنات كتير بتعمل دروس خصوصية للمراحل الابتدائية واحنا طالعين، بنات كتير في الجامعة، ولاد كتير في الجامعة بيشتغلوا برايفت، بيدوا دروس خاصة وتتحسب بالساعة، وفي رعاية اطفال، وفي وظائف كتيرة قوي. وعلى فكرة في بنات كتيرة شريفة ونظيفة وحافظت على نفسها وراعت
الآداب والتقاليد ونزلت اشتغلت. طبعا بتتعرض لتهديدات وأطماع كتير، لكن ده أكرم بكتير من إن هي تخش في علاقة مع واحد علشان يصرف عليه. لو ما انتبهناش هيتكرر نفس الموضوع. المخدرات المتداولة دي حاجة مهما اتكلمنا فيها، دي حاجة في إيد الدولة وفي إيد الداخلية. إزاي السيطرة على ده؟ لكن الطلب الوحيد اللي أنا بطالب بيه على الأقل أن يتم إجراء تحليل بشكل دوري وفجائي وعشوائي للطلبة، ولا ينجو من ذلك أي واحد أهله أصحاب نفوذ أو سلطة في البلد. إذا تم التأكد أنه هو بيتعاطى يجب أن يتم استبعاده فورا من الجامعة. ربنا يرحم بناتنا وربنا ينقذ أولادنا من الوحلة اللي هم فيها. احنا إذا كنا بنتكلم عن طلبة الجامعة، عندنا شباب كتير متهربين من التعليم، ضايعين وقاعدين على القهاوي، لا شغلة ولا مشغلة، وبيضطروا يشتغلوا في الممنوعات وفي حاجات ضد السلام المجتمعي، هتؤدي إلى انفجار مجتمعي. هذه الطاقة الرهيبة المعطلة الغير منتجة. آخر حاجة في الموضوع ده ضرورة التركيز على تقديم المادة الإعلامية مش بس في رمضان، طول السنة، اللي بتوجه هؤلاء الشباب ناحية الاتجاه السليم. تقديم نماذج حقيقية، إزاي بنات من أسر محدودة اتعرضوا لإيه وإزاي عالجوا ذلك، إزاي البنات بتساعد أهليها، وإيه المصادر الرزق اللي ممكن الأم والأب يلجأوا لها علشان يساعدوا أولادهم ويزودوا دخلهم. يجب تأثير الإعلام والدراما اللي بتخش جوه البيوت عالية جدا، وضرورة التركيز على ده لأنه فعلا بيأثر في اللاوعي بتاع المجتمع كله. خلينا نشوف أشكال الشباب اللي هم الثلاثة اللي أنا الأقوى والأكثر شهرة على الساحة. ابن الوزيرة نبيلة مكرم عبيد اللي عايش في أمريكا ومن أسرة ميسورة وصاحب يعني أهله أصحاب سلطة ونفوذ، وإزاي وصلنا لجريمة قتل. وخلينا نشوف الولد اللي هو قاتل نيرة حتى نصل للجاني الأخير اللي نهى حياة الفتاة سلمى، اللي هو كان أنتج لها فيديو واشتركت فيه بالظهور والحديث، كانت موجودة في الفيديو اللي أنتجه هذا الشاب ونشره على قناته على اليوتيوب. خلينا نشوف مع بعض.